شوفوا احنا في هالكلمة مو جايين عشان نؤيد الذكاء الاصطناعي او ان نعارض الذكاء الاصطناعي. هاي كلمة تبيينية، مجرد فتح افق. يعني هالسنة الاخيرة في الذكاء الاصطناعي فجروها. Hey Siri, how is the weather today? هاي يسمونه الذكاء الاصطناعي، وتكتب فيه اكتب لي مقال 5000 كلمة حول مثلا كربلاء. يكتب. احنا كل كلمتنا هذه مستندة على كلام للإمام الخامنئي، بأنه يقول بأن الجمهورية يجب أن تكون ضمن الدول العشر الأوائل في مجال الذكاء الاصطناعي، وفئة أخرى إلى الآن مصرة على أن الذكاء هو القدرة على الحفظ. بمعنى آخر، كل ما علاماتك أكثر في الامتحان يعني أنت تعتبر أذكى. والحين من بين هالنظريات الأربع في الذكاء اللي رائج اللي ستاندرد في العالم في الجامعات، شنو؟ يجون لك علماء عندهم هاي النظرية، يعني شو هاي الخرابيط؟ الذكاء الاصطناعي أنت مو ممكن تستفيد منه في العلوم الإسلامية، في الحوزة، في الرجال، في الفقه، في المنطق، في الصرف، في النحو، في التفسير، في التبليغ، في التاريخ، ما تقدر تستفيد منه. الدين يعرف بالعقول. احنا وقت اللي نجي نقول الذكاء الاصطناعي وشنو فائدته في العلوم الإسلامية، مو جايين نقول يلا يا جماعة خلونا نستبدل الفقهاء، خلونا نستبدل المفسرين، خلونا نستبدل الدكاترة، خلونا نستبدل المهندسين، خلونا نستبدل المصممين، خلونا مو هذا اللي قاعدين نقوله. قاعدين نقول ان هاي أداة ممكن الاستفادة منها في العلوم.